أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة مستجدات الأوضاع في مأرب. أقرت اللجنة الأمنية في اجتماعها الاستثنائي برئاسة محافظ مأرب سلطان العرادة تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة إطلاق النار أمام مبنى المحافظة. وقالت اللجنة الأمنية في روايتها للحادثة إن عددا من المسلحين اعتدوا على حراسة بوابة المحافظة، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين. واعتبر العرادة الحادثة استهدافا للمحافظة وأمنها واستقرارها والقوات المسلحة والأمن والمسؤولين المتواجدين في المحافظة. تأتي هذه الحادثة بعد تعيين مدير الأمن الجديد وما أثير حول القرار من رفض الكثيرين له، ورأوا حيث رأوا أنه مخالف لمشروع الأقلمة. نتوقف عند هذه التطورات لنناقش في محورين: إلى أين تتجه مأرب وما هي تداعيات الحادثة الأخيرة، وهل تنجح في اجتياز العوائق وتكون نموذج للمحافظات المحررة؟ مأرب الأكثر أمنا والأكثر استقرارا ونشاطا، هكذا هي الصورة السائدة عن المحافظة مؤخرا منذ تحريرها من قبضة الميليشيا، لكن مخاوف كثيرة غير وقوعها ضمن مدى القوة الصاروخية لتحالف الانقلاب بدأت تلتف حول المحافظة الواقعة جغرافيا شرق اليمن. المخاوف الأخيرة انطلقت من منصات التواصل الاجتماعي التي أجمع فيها الكثيرون على رفض تعيين مدير الأمن الجديد الذي رأوا في قرار تعيينه مخالفا لمشروع الأقلمة الذي يفترض أن يتولى المنصب واحد من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى أسباب ومبررات أخرى للرفض. لكن ذلك الصوت الرافض سرعان ما تحول إلى فعل وحراك على الأرض، تمثل بقيام جموع بالتظاهر أمام مبنى المحافظة، وصل حد الاشتباك المسلح الذي خلف قتيل وجرحى. اختلفت الروايات حول انتمائهم بين من يقول أنهم من رجالات الأمن وآخرون يدعون أنهم من المدنيين الرافضين لقرار التعيين. وأيا يكن انتماؤهم، فالواضح أن تطورا ملحوظا طرأ على المحافظة الهادئة، والخوف أن تأخذ الحادثة في التطور أكثر. اللجنة الأمنية في المحافظة سرعان ما عقدت اجتماعا استثنائيا خرج بقرار تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، بينما اعتبر المحافظ الحادثة استهدافا لأمن المحافظة. والسؤال الملح الآن، هل تنجح مأرب في تجاوز الحادثة الأخيرة؟ أم أن الأمور أمام سيناريوهات مختلفة؟ نبدأ النقاش مع ضيفنا من لندن المحلل السياسي والكاتب الصحفي الدكتور محمد جميح. أهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا. قراءتك لهذه الحادثة التي شهدتها محافظة مأرب، وما هي التداعيات المحتملة برأيك؟ في البدء أحييك وأحيي المشاهدين وضيوفك الكرام. يعني الواقع هي يعني حادثة من ضمن الأحداث التي تحصل هنا وهناك في مأرب وخارج مأرب على في إطار الوطن ككل. ما حصل يفترض أن يعني أن يجعلنا نفكر ببعض الملاحظات. الملحوظة الأولى في تصوري أن مأرب التي فتحت أبوابها للنازحين وللمقاومين لها فضل كبير على المقاومة، وهي كانت حاضنة الجمهورية بالفعل في وقت تساقطت مدن البلاد واحدة تلو الأخرى. لولا أن قيض الله مأرب في فترة حرجة من التاريخ للوقوف أمام الحوثيين حتى استرد الناس أنفاسهم واستعاد المبادرة ودخل التحالف العربي فيما بعد. هذا الأمر يجب أن يكون مفهوما وواضحا. وفي المقابل فإن هذا الأمر يحمل أبناء مأرب مسؤولية الحفاظ على رمزية هذه المدينة وعلى معناها الرمزي لدى اليمنيين كحاضنة للثورة وحاضنة للمقاومة وحاضنة للجمهورية وعضد ورديف مساند للشرعية. وبالتالي يجب أن تكون تصرفات أبناء المحافظة متسقة مع هذه المعاني الجميلة التي لمأرب، التي تخلصت من تنميطات الماضي التي كانت تحاول أن تضعها في أطر محددة لا تليق بمكانتها التاريخية ولا بمكانتها الاقتصادية والجغرافية. الذي حصل أن بعض المنتمين للمحافظة، بعض أبناء المحافظة كانوا يرون في بعض التعيينات من خارج إطار المحافظة
يعني استلابا لحقوق أبناء مأرب ومخالفة لمقررات الحوار الوطني. أنا أعتقد أنه يجب أن تكون هناك نوع من التوازن في التعيينات بالمحافظة بين احتياجات أبناء المحافظة وبين ومراعاة تضحياتهم الكبيرة وبين أيضا متطلبات الدولة وما تقتضيه من كون محافظة مأرب جزءا من اليمن، وبالتالي لا تكون هناك اعتبارات مناطقية في التعيينات. لكن يجب أن نقول بأن الفيدرالية لم تقر بعد، وبالتالي الذين ينادون بأن تكون التعيينات من أبناء المحافظة هم محقون إلى حد ما إذا مراعاة الحساسيات الموجودة وتضحية أبناء مأرب. لكن إذا أردنا أن نتكلم عن الفيدرالية فإن الدستور الفيدرالي لم يقر بعد، وبالتالي الوضع الآن في البلاد يمشي على أساس الجمهورية اليمنية ودستورها الحالي، لأن الفيدرالية لم تقر، لأن الدستور لم يذهب إلى مجلس النواب ولم يحل إلى 6 شعبي. طيب. هذه نقطة. والنقطة أخرى وهي أن هناك الكثير من الذين نفخوا في الرماد واستبشروا مثل هذه الحادثة، وهي حادثة تحصل في هنا وهناك في 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 أكثر من منطقة في اليمن، وهناك وسائل إعلام ضخمت هذا الحادث على أساس إفشال نموذج مأرب، ونموذج مأرب لم يعد يخص اليمنيين، لم يعد يخص أقصد أبناء مأرب. هذه هي نقطة مهمة، موضوع وجود مخطط يستهدف محافظة مأرب. سأعود لنقاش معك دكتور محمد بشيء من التفصيل، لكن أشرك معنا في النقاش من فرنسا الناشط السياسي منصور الشدادي. أهلا بك أستاذ منصور. أهلا وسهلا أستاذي. قراءتك لما يجري في محافظة مأرب في البداية. نعم، كانت الميزة الوحيدة التي يتمتع بها أو تتمتع بها محافظة مأرب هو عدم أو انعدام مشاريع متضادة في الرؤية والأهداف، مما حقق قدر كبير من الاستقرار النسبي مقارنة بالمحافظات الأخرى التي تقع تحت سلطة الشرعية وتوجد فيها مشاريع متضادة. هذا الاستقرار كان نتيجة التكامل سواء بين المجتمع المأربي بشقيه القبلي والحزبي مع القوى الأخرى المؤيدة للشرعية التي أتت من المحافظات الأخرى والتي حملت على عاتقها مكافحة الانقلاب وما جرى بعد العام 2014. كان هذا التكامل بالتأكيد يعني الذي تحقق أثر إيجابي على مأرب بشكل عام سمعة وتنمية ولو بالحد الأدنى بالجانب التنموي، لكن مؤخرا يبدو أن هذه العملية التكاملية التي استفادت منها المحافظة والشرعية والقوى الأخرى بالشرعية على حد سواء يعني في طريقها إلى الاهتزاز نوعا ما. طيب ما الذي حدث إذن الآن؟ كما ذكر الدكتور محمد جميح أن السبب يعني هو تعيين مدير الأمن، يعني القرار الأخير الذي اتخذ بتعيين مدير الأمن، والقرار الذي يعارضه جزء ليس باليسير من أبناء المحافظة تحت مبررات كثيرة، أهمها هو أن هذا القرار جاء للتعدي على الشراكة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي كفلت تحقيق شراكة حقيقية في السلطة والثروة، ومما اعتبره البعض تعدي على مشروع الأقاليم. صحيح دكتور محمد جميع ذكر أنه لم تسن الأقاليم بعد، لم تشرع برلمانيا ورسميا، لكن لا ننسى أن معظم أبناء مأرب قاتلوا من أجل ترسيخ الأقاليم التي كانت نتيجة لمؤتمر الحوار الوطني. والعامل الآخر الذي قد ربما لم يتطرق إليه هو نوعية الاختيار، لأن نوعية الاختيار كانت أيضا دافعة للاعتراض أكثر، والذي أثار حفيظة جزء كبير يعني ليس من المجتمع المأربي فقط بل من المجتمع اليمني المناوي للمشاريع السلالية والعنصرية. نحن لا نقول أن مثلا المعين بالقرار اللي هو مدير الأمن المعين بالقرار مثلا قد ربما أنه يؤيد هذه المشاريع أو لا نؤمن بوجود يعني توجهات أو اتجاهات عنصرية لأبناء محافظة مأرب، لأن طيب. سأعود لك أستاذ منصور يعني سأعود لك دكتور محمد. قلت أن ربما هناك استغلال للحادثة من قبل البعض لنفخ الرماد في ما حدث اليوم في مأرب. محافظ مأرب يحذر من استهداف أمن واستقرار المحافظة، البعض يتحدث عن مخطط يستهدف مأرب. ما هي المؤشرات برأيك وما منطقية هذا الطرح؟
وانا اعتقد انها لن نذهب الى ابعد من ما حصل اليوم. في مارب الكثير من العقلاء ويتداخل السياسي بالقبلي الاجتماعي هناك في المحافظه، وهذه ميزه من الميزات، لان المجتمع هناك ليس مجتمعا حديا حزبيا واضحا، وانما هناك العلاقات القبليه والاجتماعيه تغلب العلاقات او تغلب التنظيمات الحزبيه. انا في تصوري رايي الذي قد اكون مخطئا فيه ان تعيين الاخ عبد الملك المداني كان خطأ، لان لا لشخصه ولا لخلفيته ولا لانتمائه الحزبي الذي لا اعرفه، ولكن للحساسيات الموجودة الآن. ومع ذلك فإنني أعتقد أيضا أن إقالته بسبب هذه الحادثة أيضا يمكن أن يكون خطأ، لأنه يجب أن تكون إرادة الدولة وهيبة الدولة محفوظة في هذه اللحظة، ولكن يجب أن يصار إلى حلول معقولة لحركة الذين احتجوا اليوم أمام مبنى المحافظة من أجل إرضائهم. الذين حاولوا أن يستغلوا هذه المسألة إعلاميا هم الذين يمنعون مجرد خروج المتظاهرين في صنعاء، وبالتالي هم يعني يدينون أنفسهم. ونقطة أخرى وهي أن المحتجين الذين احتجوا اليوم أمام مبنى المحافظة عندما يتبنى قضيتهم الانقلابيون في صنعاء، فإنهم يجهلون أن هؤلاء المحتجين هم أصلا مقاومون، وهم الذين قاوموا تقدم الحوثي، وبالتالي هم ربما أشد خصومة مع الحوثيين ومع الإماميين الجدد من سلطة المحافظة نفسها ومن إدارة المحافظة. إذن عليهم أن لا يعولوا على الانشقاق أو على الشروق في هذا الصدد. ثم إن المسألة يعني نقطة النيل من أمن المحافظة ومن أبنائها نتيجة لنكايات حزبية، هذا أمر ينبغي أن يراجع. هناك بكل وضوح من يريد أن يصفي حساباته مع التجمع اليمني للإصلاح على حساب الأوضاع في محافظة مأرب، وهذه القضية لن تنجح، لأن الذين لا يفهمون محافظة مأرب لا يعرفون بأن الأمور الحزبية ليست الطاغية في هذه المحافظة. هذه محافظة قبلية، وبالتالي الرابط القبلي أكثر وأشد متانة من الروابط الحزبية، ولن تنجح محاولات تصفية الحسابات مع التجمع اليمني للإصلاح أو غيره من الأحزاب في محافظة مأرب، لأن الوضع في مأرب استقراره لا يعود إلى وجود الإصلاح، كل الأحزاب السياسية موجودة، وإنما استقرار الأوضاع في مأرب يعود إلى وجود بنية قبلية واجتماعية مستقرة إلى حد ما، وجود أعراف أيضا تحكم على الناس قضايا معينة من قبيل سد النزاعات، ومن قبيل أيضا استيعاب النازحين، ومن قبيل أيضا استقرار على محافظة مأرب في هذه اللحظة التاريخية التي لا تزال فيها المحافظة مستهدفة باعتبارها حاضنة الجمهورية وباعتبارها العاصمة العسكرية للبلاد والعاصمة الاقتصادية كذلك. إذا أنا أعتقد أن الزخم الإعلامي الذي أخذته هذه الحادثة اليوم هو يعني غير بريء، ويريد النيل من نموذج تحاول الشرعية أن ترسي مدامكه في هذه المحافظة حتى لا يتكرر في محافظات أخرى. لكن استغلال حادثة دكتور محمد وهذا الزخم الإعلامي ليس فقط موجود ومستغل من قبل الانقلابيين، أيضا هو حاضر لدى أطراف أخرى ربما هي في صف الشرعية. أنا ذكرت الانقلابيين مثلا، لكن المشكلة لدينا أننا يعني نظرنا إلى الحادثة اليوم من زوايا حزبية، هناك من نظر إليها من زاوية النيل من الإصلاحيين ومن الإخوان المسلمين، ومن على اعتبار أن مأرب محكومة من هؤلاء، وهذا خطا في التنميط وخطا في النظر، لان مأرب ليست محكومه من حزب واحد او من كيان، مأرب محكومه من الاداره الشرعيه للبلاد، وقوات الشرعيه موجوده هناك، وعالم الشرعيه موجود هناك، والمؤسسات الشرعيه بكلها موجوده بكل اداراتها، تمثل وزارات مختلفه هناك. لا يوجد لون سياسي او لون ايديولوجي ساقط في المحافظه، اللون القبلي هو اللون الاكثر نظارة في هذه المحافظة. الذين أرادوا أن ينالوا من الإصلاح داخليا، والذين أرادوا أن ينالوا من الإقبال المسلمين خارجيا، هم عدوا على هذا الوتر. وأنا أعتقد أن الموضوع سوف يتم تدارقه. اللجنة الأمنية في مأرب أعلنت أنها في صدد تشكيل لجنة لتحقيق الأمر، ويفترض أن يكون هذا درسا للناس في مأرب، أن يفتحوا أبوابهم من المحافظ إلى أصغر مسؤول المحافظة للإسماع للشكاوى، لتنفيذ الاعتقالات قبل ان تصل الى مرحله الاحتجاج. كما ان هناك نقطه مهمه ايضا، يجب اذا اراد الناس ان يحتجوا ان يراعوا ظروف المحافظه الان وهي لا تزال تقاوم، كما انه يجب اذا ما ارادوا ان يحتجوا كذلك ان لا يدخل السلاح الى اماكن الاحتجاجات حتى ما
لا يحصل ما حصل اليوم، يكون هناك احتجاج سلمي. ويعني كما قال المحافظ اليوم ان الابواب مفتوحه، يجب ان تطرق الابواب قبل ان نصل الى حاله من الانسداد وحاله من الاستقرار الذي يمكن ان ينفجر كما حصل اليوم. شكرا جزيلا لك دكتور محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا من لندن. أعود لضيفي الناشط السياسي منصور الشدادي. أستاذ منصور، قراءتك لتداعيات هذه الحادثة ومدى قدرة محافظة مأرب على الاستمرار في الصورة الحالية لها والحفاظ على أمنها واستقرارها، وهي الآن معروفة ربما بأنها الحاضنة للجميع مؤيدي الشرعية، مدى قدرتها على الحفاظ على هذا الوضع؟ باعتقادي أن الأزمة التي حدثت اليوم وحدثت بسبب تعيين مدير أمن المحافظة هي أزمة عابرة، وباستطاعتنا أن نتجاوزها إذا تعومل معها بذكاء، يعني حتى يكون هناك حفاظ على سمعة مأرب بشكل عام أو ما حققته مأرب من إنجازات في مجال التنمية أو مجال التنمية على الصعيد التنموي أو على الصعيد الترابطي والتلاحم. وكان طبيعيا يعني أن يستقل الحادثة من قبل سواء العدو، لأن النموذج الذي بعثته مأرب التلاحم والتكامل كان مقيضا للعدو، وأحيانا يكون باعثا عن القيضة للصديق يعني من قبل قوى البعض داخل الشرعية. لكن باستطاعتنا أن نتجاوز هذا إذا يعني تحقق يعني التعامل مع الأزمة بذكاء يعني وإزالة المسببات والتسبب. يعني قد ربما اختلف مع الدكتور محمد الجميح، هو يعني مسبب الاحتجاجات الموجودة هي يعني تعيين مدير الأمن للمحافظة، والمعلومات التي تواترت عن مدير الأمن أنه رجل وطني لا يهم مشاريع السلالة والانقلاب ومن المحاربين لهذه المشاريع. وبما أن كل هذه الصفات موجودة فيه، فإن المسؤولية تقع عليه أولا لرفع الحرج عن السلطة المحلية، وكذلك لنزع فتيل التوتر وبتقديم استقالته، ويتم تعيينه من قبل الشرعية في منصب آخر يعني سواء في مأرب أو في أي مكان آخر يعني تبع الشرعية. هذا هو يعني في رأيي الطريق الأسلم لتجاوز هذه الأزمة بأقل التكاليف. إذا لم تكن هذه الحالة ولم يقدم استقالته، فهناك واجبات على السلطة المحلية أن تكون أكثر ذكاء وتعاملا مع الواقع، يعني سواء أن تبدأ بإقالة مدير الأمن أو توجد حوار مع الرافضين لهذا القرار لإقناعهم، لأنه إذا كان التعنت هو سيد الموقف سنشهد تصعيد متواصل ضد السلطة المحلية، سنشهد تشكيل كتلة تعارض السلطة المحلية وتعارض الشرعية المتواجدة في مأرب في كل المحطات، سنشهد استغلال لهذه الكتلة التي تتكبر يوما بعد يوم، سواء رضينا أم أبينا، استغلال خارجي أو داخلي أو غير ذلك، وحينها سنندم. وقد ربما أنها تكون انطلاق الأشياء يعني حركات أو غير ذلك لا نريدها في الوقت الحالي، وليست في مصلحة المحافظة أو الشرعية بشكل عام أو القوى السياسية الأخرى التي مؤيدة للشرعية. لهذا هناك رسائل للشباب: التزام الهدوء، الإيمان بالدولة، في حالة يعني لم يستجاب مطالبهم يجب عليهم معارضتها بالشكل السلمي، مثلا طلب استصدار تراخيص، عدم التظاهر بحمل السلاح للمظاهرات. طبعا الشيء الثاني رسالة لقوات الأمن الخاصة التي لها يعني سمعة حسنة في مأرب، وقفت يعني حائط صد أمام هجوم الميليشيات القادرة على المحافظة، وكانت يدا بيد بيد أبناء مأرب، أنها قوة أمنية تشكلت بعد الثورة، ويجب أن لا يكون القمع نهجها أبدا، لأن معظم منتسبيها هم ممن عارضوا نظام المخلوع، ممن عانوا كثيرا من أجهزة المخلوع الأمنية، ممن فقدوا أقاربهم في قمع طيب أستاذ منصور، أختم معك بهذا السؤال الآن: ما هي التحديات والعوائق الماثلة أمام محافظة مأرب؟ أكبر تحدي أمام محافظة مأرب هو اهتزاز الصيغة التكاملية التي وجدت منذ بدء مواجهات الانقلاب إلى يومنا هذا. فعندما تكون هناك مشاريع متعددة سنشهد صراع أكبر، سنشهد لا استقرار سياسي، ثم
يتلوه لا استقرار تنموي وإلى غير ذلك. ولدى مارب يعني بشكل عام مشاكل كثيرة قد ربما يكون يعني تظهر للعلن بعدما يعني يكون هناك خلل في الاستقرار، لكن أملنا كبير أن المأربيون سيتجاوزون هذه الأزمة بشكل سريع. الشباب الذين آمنوا بالدولة وكذلك كانوا يعني سندا إلى جانبها سيجدون حلولا مرضية للجميع، حتى لا تكون هناك يعني بقينا لدى طرف أو آخر مما قد يسبب أن يتعاون ضد الدولة في محطات قادمة لا سمح الله. شكرا جزيلا لك الناشط السياسي منصور الشدادي، كنت معنا من فرنسا. وأيضا الشكر موصول لضيفنا من لندن الدكتور محمد جميح الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد.